خير يا شباب حبايب البريمو وجماهيرنا الجميلة. حبايب البريمو فين؟ مستنيكوا عشان نتكلم شوية، واللي عايز يسألني أي سؤال وعايز أتكلم في كام حاجة كده قبل أي أسئلة ممكن تسألوها لي اللي هيكون معانا دلوقتي. يمكن الظروف اللي احنا فيها مخليانا قاعدين في البيوت، خلينا بنفكر كتير، بنتكلم على حاجات كتير بتيجي في دماغنا، لكن كلنا متفائلين ان شاء الله ان الايام دي تعدي على خير. كلنا بندعي ربنا ان بلدنا ان ربنا يحفظها، وان احنا نفضل متماسكين ومتكاتفين دايما باستمرار. اه ده انت جاي سخن يا فوزي. اكيد طبعا يا نجم، انا اهلاوي، انا من وانا عندي 13 سنة وانا في الاهلي. بس خليني اكمل كلامي بس لان ده نقطة مهمة جدا يا محمود، لان ده كلام اللي بيسألني اهلاوي ولا زملكاوي ده اكيد مش عارف تاريخي، يعني تاريخي في النادي الاهلي يعني. فمش اي حد يقول كلمتين تمشي وراه وتجري وراه. في ناس بتبقى عايزة تشهر، وناس عايزة تبقى ملهمش اصلا اي تاريخ في اي حتة ولا في اي نادي ولا ليهم اي انتماءات لاي نادي، فبالتالي بيحبوا يجيبوا اسامي في النص كده عشان يعملوا اي لغط اي كلام عشان يتشهروا ويبتدوا يتعرفوا، لكن في الاخر هم مش موجودين اصلا، محدش عارف لهم هم ايه يعني. فبالتالي فكرة الرد او الكلام على ان انا اهلاوي زملكاوي ده عيب يعني. اي اهلاوية او محب النادي الاهلي وعارفين تاريخ محمد فاروق ووجوده في النادي الاهلي من هو عنده 13 سنة ده لغاية لما كبر، يعرفوا يعني ايه محمد فاروق ابن الاهلي يعني. فمش هتكلم كتير في الجزئية دي لان الشخص اللي قال الكلام ده انا معرفش طبعا هو ليه اسبابه طبعا ان هو يقول الكلام ده، لانه جاب اسم نجم كبير برضو زي كابتن محمد بركات في حاجة زي كده، وده حاجة غريبة جدا ان هو يتكلم عليه. بس خليني اقول لكم، بس بعيد عن الكلام اللي انت سألته يا محمود، ان احنا بنتكلم في اهم حاجة ان احنا في الوقت الحالي احنا نعمل ايه. انا عايز برضو رأيكم في الفترة اللي جاية ان شاء الله ربنا يعدي البلد على خير، لكن احنا عايزين نساعد بعض، نساعد الناس اللي ممكن مش قادرة انها الفترة اللي جاية نتيجة الظروف الحالية انها قاعدة في البيوت، قاعدة في من غير شغل، الناس اللي هم بيشتغلوا باليومية، الناس اللي بيشتغلوا بفكرة ان انا كل اسبوع بيجي لي مبلغ بقدر بصرف بيه على عيلتي. فاحنا عايزين واحنا مع بعض نشوف ممكن نقدر نعمل ايه انا وانتو، يعني مش عايزها انا لوحدي. يمكن كنت في حاجة عملتها من اسبوع خاصة برضو بنفس الموضوع، لكن الحاجة دي كنت عملتها في صندوق تحيا مصر لإدارة الكوارث والأزمات، اللي نتبرع مثلا كل يوم لمدة شهر برسالة، والرسالة دي ب5 جنيه. أيضا صندوق الطعام برضو برسالة، وده كله في الآخر بيروح للناس الغلابة. فخلينا إن إحنا هنا من خلال جماهير البريمو اللي موجودة عندنا في مش سامعيني؟ طيب جماهير البريمو اللي موجودة معانا في على الصفحة تقدر نفكر أنا وأنتو ممكن نعمل إيه. يمكن حاجات كتير جدا ممكن ناخدها منكم، نبتدي من خلال البرنامج على التلفزيون او من خلال هنا حتى نقدر نقترح فيها، لان احنا هنعمل حلقة خاصة ان شاء الله الاسبوع الجاي عن الموضوع ده. كل النجوم اللي عملوا تحدي وكل النجوم اللي بيشاركوا في الخير يبقوا متواجدين معانا من خلال افكاركم. انا بحبكم جدا، ويعني الكلام اللي انتوا بتقولوه ده مهم بالنسبة لي، ان انتوا ازاي نساعد بعض، هي ده الاهم. خلينا بس نخلص من الجزئية دي ونبقى مع بعض ان شاء الله على الحلوة والمرة دايما. عندكم اي افكار قولوها لي. في حد كان بيسألني على الاهلي هيعمل استاد ولا لا. والله احنا منتظرين بس نعدي الفترة الصعبة دي. احنا شايفين قبل كده قعدنا 5 يعني سنين كانت صعبة جدا بعد توقف للنشاط فترة طويلة، وابتدينا نشتغل تاني، وبعد كده قدر ربنا ان الوقت ده يجي ان شاء الله ما يطولش. النادي الاهلي هي اكيد خطواته الجاية انه هيعمل استاد، وده حاجة في الحسبان يعني. سأل انوار يا احمد يا عبد الله.
سامي ابو شارب بنسال الانوار حبيبي. الاهلاوي ابوه حبيبي حبيبي يا مصطفى. انا جون اللي بايديا ده مصطفى فين ده؟ كان فين؟ عمري ما جبت جون بايديا، ممكن جون ببطني، جون بظهري لكن بايديا ده لا. حبيبي يا اسلام، حبيبي يا اسلام. انا عارف ان لسه الناس ما مش موجوده، الناس مشغوله دلوقتي بالفرجه على التلفزيون، احنا قاعدين اهو مع بعض بنفكر زي ما بقول لكم، لو عندكم فكره نبتدي نتكلم عليها شويه. يا اهب ايه الصوت واطي؟ انا عارف انا اهو، ما اعرفش صوت واطي دلوقتي ولا كويس. طيب هوريكم صوره حلوه قوي كده ورايا. مين ده؟ لو انا كنا بنلعب منتخب كوريا الشماليه ومعايا الكابتن احمد حسام ميدو، هو بيناديني بيقول لي يا فاروق بصالي. طب انا على الجونه ميدو، انا رايح الجونه باصي الدار اللي ورا ليه؟ يا احمد يا رضا حبيبي، ده كانت الهتاف ايام الواحد كان بيلعب، كان جماهير النادي الاهلي الجميله كانت تقول لي لما تحبي تجيب جول اطلب روح على التليفون. انا يا محمد فاهم، انا لسه رادد على الموضوع بتاع زي ما قال محمد صديق، انا مع يعني فكرة الرد على حاجة زي كده ده مرفوضة اصلا، مفيش كلام فيها. وانت برضه يا احمد مختار، يا جماعة جماهير الاهلي لازم تبقى فاهمة نجومها اللي متربيين في النادي الاهلي عارفينهم، كلام زي كده بيبقى بس مجرد للشهرة، واحد عايز الشهر، واحد ملوش اي انتماءات ولا النادي الاهلي ولا النادي الزمالك ولا حتى النادي اللي كان موجود فيه قبل كده. ف دي بتبقى حاجة غريبة جدا. وانا بقول لكم يعني انا الرد في حاجة زي كده ده ما يعني ما طبعا ما ينفعش، كل الناس عارفة تاريخي زي ما قلت قبل كده في النادي الاهلي من وانا صغير لغاية ما وصلت الفريق الاول، وما زلت هو في قناة النادي الاهلي، وجودي في النادي الاهلي دلوقتي. لكن في الاول وفي الاخر كل واحد اللي عايز يتكلم دلوقتي اللي عايز يهبد بيهبد يعني. بس اتفضل يا كابتن ايهاب، اقترح نعمل حلقة لكل اللاعبين وكل رجال الاعمال. خلاص يلا نعملها الاسبوع الجاي، احنا بنفكر فيها عشان الناس اللي ما نزلوش طبعا ينزلوا ويحاولوا يشاركوا معانا، بس ده برضو بدعم جماهير البريمو وجماهير الكورة في مصر، ده مهم جدا. يا فوزي ماشي، حلو حلو ان انت سجلت اسمك على الدولة، طبعا بتعمل شغل كويس، لكن الدولة لوحدها مش هتعرف تلاحق على الكم الناس اللي موجودة وبيشتغلوا باليومية. فيا رب احنا نساعد، يعني احنا نساعد ونخلي الناس اللي بعيدة او مش عارفة توصل للمساعدة دي انها تساعد الناس تبقى معنا في الحلقة ان شاء الله الاسبوع الجاي هنعملها كده. كابتن حسام حسن، سامي، والله كان المفروض يبقى معانا الثلاثة اللي فات، لكن للظروف اللي حصلت في البلد كابتن حسام حسن يعني كان المفروض معانا زي ما بقول لك، لكن ان شاء الله هنجيبه الفترة الجاية بس الدنيا ترجع لطبيعتها ان شاء الله. كابتن حسام بيخاف على نفسه فمش عايز يخرج بره البيت. بص يا محمد فهيم، انا زي ما بقول لك انا مش هرد على حاجه زي كده، انا ما اعرفش يعني فكره السؤال واسمي ويجيب اسم كابتن محمد بركات اللي ادى للنادي الاهلي كتير، وانا اديت للنادي الاهلي كتير بطولات، وكابتن محمد ناقص مثلا يقول على كابتن محمود الخطيب ان هو مش اهلاوي يعني. لا النهارده احنا بنبقى اجازه ان شاء الله، بكره اول حلقه في الاسبوع وان شاء الله مكملين لغايه الخميس، انا لغايه يوم الثلاث واستاذ اسلام صادق بيبقى اربع وخميس. حبيبي مساء الفل عليكم. يا ريت يا جماعه بقول لكم افكار، استاذ ايهاب جلال قال الفكره ان احنا عشان نعمل حلقه خاصه برجال الاعمال واللاعبين اللي ما قدروش يشتركوا في التحدي ده ان هم يبقوا متواجدين. معتز مصطفى انت قلت ايه في الكومنت بتاعك؟ بس عيدهولي تاني.
اسلام يا عمده طبعا، حسام النادي الاهلي هيكرمه يعني. فكره التكريم بتاعت حسام ده من كل الناس اللي بتحبه، اللاعبين، اعلام، كل الناس، لان حسام ادى كتير، امتعنا كتير في ملعب النادي الاهلي. هيعمل له مباراه اعتزال، هيعمل له دراسات هيصرف عليها عشان يبقى مدرب او اداري، هيبقى موجود في قناه النادي الاهلي. بس احنا بس انا عايز بس برضو فكره الاهلاوي والزمالكاوي اللي انتوا بتسالوني، نادي الزمالك ده نادي محترم وكل ليه ابنائه ومحبينه، عشان بس الناس اللي بتسالني وجماهير الزمالك اللي موجوده على الصفحه يعني، فليه محبينه وليه ابنائه وكل الاحترام ليهم يعني. هو برضو اتكلم على كابتن عبد الحليم علي ان هو زملكاوي اهلاوي ولا ايه؟ انا عارف عبد الحليم كويس، كابتن عبد الحليم ده راجل من الناس الجميله والمحترمه، وراجل زملكاوي جدا، واشتغل بذمه وباخلاص لنادي الزمالك يعني. مفيش شك ان النادي الاهلي بيكرم نجومه، وده ما حدش قال حاجة غير كده. ورؤساء النادي على مدار تاريخ النادي الاهلي كانوا يعني عارفينهم واحد واحد يعني، لغاية كابتن محمود الخطيب بداية يعني، من اول رئيس نادي مع كابتن صالح سليم بعد كده، وكابتن حسن حمدي والفريق مرتجي وكابتن محمود الخطيب والمهندس محمود طاهر، كل الناس اللي جم قيمة وقامة للنادي الأهلي كرئيس، واشتغلوا حبا في الأهلي وليس يعني حاجة للمصلحة يعني. هو المفروض طبعا المذيع المفروض ما يسمحش طبعا بالتجاوز حق ضيفه معتز، بس أكيد في وضع معين بيتحط فيه المذيع، يعني بتبقى موقف كده معين، خصوصا لما بيبقى حد بيقول رأيه من الناحية التانية ما تقدرش تسيطر عليه، لكن بتسيب حق الرد للضيف وبتسيب حق الرد للراجل اللي بيخش على التليفون. ما دام ما حصلش تجاوز بالألفاظ او حصل تجاوز في حاجة أخلاقية يعني. حسن، حسين، ربنا يخليك يا اسلام العمده، ربنا يخليك حسين، ربنا يخليك حبيبي. وكان جيل جميل يعني الصراحه اللي انت بتتكلم عليه، اللي احنا صعدنا فيه للفريق الاول وكملنا معاه، ده كانت حاجه محترمه يعني. برضو انا مستنيكو يعني في افكار ان احنا نبتدي نشتغل عليها في البرنامج، بخصوص ان احنا نتعاون، ان احنا الناس اللي هم محتاجين الفترة الجاية ان احنا نساعدهم. احنا قلنا هنعمل حلقة خاصة بالجزئية دي. محمد يا ندى، الحمد لله انا هفضل لا محايد. الحاجه الوحيده اللي تخليني مش محايد ان ابقى في قناه النادي الاهلي، فما تقلقش من الجزئيه دي. بص يا محمد فهيم، انا بالنسبه لي انا موجود في برنامج محايد، بنتكلم على كل الأندية في مصر، أهلي، زمالك، اتحاد، مصري، يعني كل الأندية، ما كله نفس النسبة. فكرة إن أنا طبعا أنا معروف إن أنا أهلاوي، ولكن في البرنامج فكرة إن أنا أروح لنادي غير نادي، أعتقد ده بسيبها، أو انتمائي بسيبه بره الاستوديو. ربنا يخليك يا سامي بيه، ربنا يخليك. طيب عايزين برضو نفكر في حاجة كده اليومين الجايين،
لو القعدة طولت شوية غير اللي احنا نساعد الناس، ايه رأيكم نشتغل كل يوم؟ ايه رأيكم نتقابل كل يوم بالليل على الصفحة هنا في نفس التوقيت؟ يا وليد يا صادق، طبعا في قناة النادي الاهلي هم بيخدموا سياسة النادي الاهلي، وده وضع طبيعي لان دي قناة فئوية زي قناة الزمالك، بتخدم مصالح نادي الزمالك وبيدافعوا عن رئيس نادي الزمالك، فبالتالي قناة النادي الاهلي بتدافع عن قناة النادي الاهلي وكل حاجة جوه النادي الاهلي بما فيهم رئيس النادي الاهلي. ده حقيقي، ما هم كانوا كل اللعيبة اللي لعبوا زي كابتن صالح سليم وحسن حمدي والخطيب كلهم كانوا بيلعبوا في الفريق، وبعد كده بقوا رموز كبيرة للنادي الأهلي، وبعد كده بقوا رؤساء للنادي. لا بص يا حسين، مين الجبهة المعارضة؟ رقم واحد، التلاتة لعبوا في النادي الأهلي ومن أفضل المحللين وليهم جمهورهم المتواجد على الأرض، بيحبوا كابتن مجدي عبد الغني، وفي ناس بتحب كابتن رضا عبد العال، وفي ناس بتحب إبراهيم سعيد. لكن الفكرة إن أنت ما تاخدهاش معارضة، أنت هو ممكن ليه رأي ومش لازم رأيه يبقى على مزاج كل واحد، فهو بيقول رأيه واحنا بنبقى الرأي الآخر، أو بنجيب حد يرد عليه في فكرة ان هو يقول رأي ممكن يكون ضد مثلا نادي الزمالك او ضد النادي الاهلي او ضد المصري ايا كان يعني. حبيبي احمد ماهر حبيبي، ربنا يخليه. عامة احنا كل يوم هنبقى مع بعض نتكلم في اي حاجة انتوا عايزينها، ماشي؟ وانا معاكم، قولولي ايه الافكار اللي ممكن نقدر نساعد بيها بعضنا ان شاء الله، ونساعد الناس المحتاجة في الفترة اللي جاية من خلال البرنامج. احنا ان شاء الله زي ما قلت لكم هنعمل حلقة خاصة بمساعدة الناس اللي مش قادرة الفترة الجاية انها تشتغل، فبالتالي اللي هم بيشتغلوا باليومية، اللي بيشتغلوا بالاسبوع، ان هم نقدر نساعدهم بشكل كبير. فلو عندكم افكار عايز تساعدوا، اللي عايز يساعد يخش معانا، يعني احنا هنعمل حلقة خاصة للجزئية دي مع النجوم الكبيرة. القيعي عن فتحي مش فاهم عايز تقول ايه، يعني ايه يا نجم، ايه اخبار القيعي عن فتحي؟ بصوا هو فتحي، بس يا جماعة عشان تبقوا متفقين، النادي الاهلي الحاجة اللي هيعملها ان هو عنده سقف للاعبين بيشتغل عليه، فيه الفئة الاولى، الفئة التانية، الفئة التالتة. الفئة الاولى اللي هو هيبقى من ضمنها احمد فتحي، انا مش هقول لك المبلغ او مش هقول المبلغ، بس هو المبلغ بتتكلم في 6 7 مليون جنيه في السنة، ده اللي بتاخد الفئة الاولى، فده اللي هيبقى موجود لاحمد فتحي. احمد فتحي ممكن يكون عنده ده يعني عرض اكبر من العرض ده مرتين مثلا بره، ممكن يعني ده الكلام اللي بيتقال يعني، او الكلام اللي موجود على الارض الواقع يعني. لكن النادي الاهلي زي ما بقول لكم عنده سياسه وعنده فريق، ولو زود الفلوس عن كده هيبوظ الفريق، هيبوظ سياسته، هيبوظ فكره، يعني الامور بتبقى سياسات بتتحط وبيبتدي يتنفذ عليها شكل الفريق وعقود الفريق. فبالتالي هو القعدة هتبقى فيها كالتالي، احمد فتحي عايز مبلغ، النادي الاهلي هو المبلغ اللي عندنا هو ده، وفي الاخر انا بقول لكم اهو من دلوقتي ان احمد فتحي هيبطل جوه النادي الاهلي، واحمد فتحي لو فكر حاجة غير كده هتبقى صعبة جدا بالنسبة له، ما اعتقدش ان هو يعني بيفكر فيها، لكن لو اختار حاجة غير كده الامور بالنسبة له مش هتبقى حلوة.
لان وجودك داخل النادي الاهلي وانك تبطل جوه النادي الاهلي ده شيء تاني مختلف. عشان كده حسام غالي، حسام عاشور، اعتقد ان هو برضو بعد عادته مع كابتن محمود خطيب فرقت كتير يعني. فاحمد فتحي عادته اللي هتبقى جايه ان شاء الله هتحسم حاجات كتير جدا، وانا بقول لكم احمد فتحي مكمل مع النادي الاهلي. نعمل الرحيق المختوم، نعمل حدث في مثل هذا اليوم. حلوه دي، ربنا يخليك يا علاء محمد. انا مش فاهم علي عبد الخالق قصده ايه يا كابتن محمد. لو المرض ده ما جاش مصر انت هتبرع قناة؟ مش عارف، مش فاهمك، بس لو تقدر تصيغ الكلام بحاجة تانية. الاول بس انا عايز اسالكم سؤال، يعني ايه رايكم في البرنامج لغايه دلوقتي؟ يعني البرنامج ايه اللي انتوا محتاجينه تشوفوه عندنا؟ ايه اللي انتوا محتاجين ان انتوا تسمعوا عنه غير الكلام ده، غير فكره الحدث في مثل هذا اليوم، الافكار اللي انتوا بتقولها لنا دلوقتي؟ حبيبي ربنا يخليه. بص بقى، موهبة الراس دي اللي بيسألني الواحد ليه، كان بالرغم ان هو قصير مش طويل يعني، بيعرف يلعب بدماغه يعني. فكرة موهبة ضربات الرأس دي موهبة، عشان تبقوا فاهمين، مش كده بس، موهبة وموهبة وتدريب، وان انت ما بتخافش. لان احنا بصوا، هتلاقوا عندي هنا 12 غرزة عشان الواحد كانش بيخاف، كسر في مناخير مرتين، شفتي دي اتقسمت مرة 15 غرزة برضو، واحد دخل فيها. هتشوفوا هنا تحت عينيا، معرفش النور جايبها ولا لأ، اهو دي 5 غرز، حاجات كتير اهو، حاجات كتير، حاجات كتير بهدلت بقى. ده غير بقى رجليا، غير الجزء التحتاني، الركب، الأناكل. فاللي بيلعب بدماغه طبعا، في نجوم كتير كانت بتلعب بدماغها كويس، عندهم التايمينج، عندهم التوقيت، ان هو يحط الكرة فين وبيحطها فين والتوقيت يطلع امتى. بس يا هبي، صوت حلو اهو، صوت حلو اهو، الناس سامعة يا هبي. تلات كباتن احنا دلوقتي ابتدينا نجيب كابتن رضا مرة، كابتن مجدي مرة، كابتن ابراهيم مرة، ساعات هنجيبهم مرتين مع بعض. يعني اللي بيتكلم بيقول لي ان البرنامج حلو بس كابتن رضا بيحمل على الاهلي. لا، انا شايف ان كابتن رضا والله يعني بقاله فترة معتدل ما بيجيش ولا ده ولا ده. وبعدين يعني يا جماعة برضو خلي بالكو، كل واحد يعني بالأخص كابتن رضا عبد العال بيطلع اللي في قلبه، ما بيحسبش الكلام اللي عنده. بتضحك عليا يا ابي؟ قول لي بس بتضحك على ايه، قول لي. انا عايز اعرف انت بتضحك على ايه. انا عارف انت بتضحك عليا يا هاب، انا عارف. بتاع الراجل بتاع الجزارة بتضحك عليه. هوريكو برضو، بس انا نسيت اقول لكم الصورة دي كانت سنة كام، كانت 2002،
بقول لكم كنا بنلعب كرة الشمالية وجبت انا هدف التاني فيه، كان في استاد القاهرة، كان احمد حسام ميد وكان لسه داخل معانا اول فترة ليه في المنتخب. ماشي يا عم، ماشي بص يا جماعة، أنا ناوي أتخن. أنا عمال آكل دي من ساعة ما قعدنا في الحظر. بص يا سيدي، كابتن أحمد صلاح حسني جاي قريب جدا جدا معانا، وطبعا أحمد أخويا ومتربيين سوا ومن الناس بقى المحترمة اللي قابلتها في الكورة الصراحة، وإن شاء الله قريب جدا هيكون معايا في الاستوديو. بص يا محمد، احنا بنعمل حاجة، محمد ندى بنعمل حاجة دلوقتي، كل النجوم القدام بنعمل لهم تقرير، بنفكر الناس بيهم، في اللي عايش في اللي توفاه الله، يعني شغالين، يعني شغالين على الجزئية دي، لأن طبعا في فكرة إن في بعض النجوم الكبار ما بيقدروش طبعا ييجوا الاستوديو المسافة الطويلة دي. نعمل فكرة وجود، لا احنا هنعملها المدربين الاهلي والزمالك على مدار التاريخ، ونبتدي نتكلم على كل واحد، من بداية مثلا فريق النادي الاهلي واول مدرب فني وايضا او مدير فني، وبرضه نادي الزمالك والاندية كلها، يعني ممكن نعمل كده. احمد يا محمد، انا رديت، لو انت هتخش على اللايف من الاول هتلاقيني رادد على الموضوع ده. لا بص، بص هنا يا فاروق، الموقف بتاع كابتن رضا ده لازم تفهموه كويس قوي. احنا مش موضوع مذاكرة، الموضوع ان انت ساعات بكده بيبقى في فترة من الوقت انت نسيت موقف معين. كابتن رضا لما اتكلم على ان النادي الاهلي طلب تأجيل، انا قلت انا مش فاكر، وطلبت من الاعداد ان هو يفكرني. ماشي، فالموضوع جه كده تاني يوم. طبعا الموقف ان كابتن رضا قال النادي الاهلي طلب التأجيل في مباراة الزمالك في الدور الاول. تاني يوم انا اتكلمت مع كابتن سامح حفيظ، قلت له وعرفت الموقف ايه بالظبط، لان انا كنت فعلا ناسي، ما كنتش فاكر، وده بيحصل على فكرة. كابتن رضا داخل معانا على اللايف، طب فينه؟ طيب دخله لنا يا نجم، اعمل يعني اشوفه ازاي؟ طيب من البيت ولا اعمل ايه؟ طيب اكمل بس وكابتن رضا يخش معانا. ف اللي حصل، انا كلمت كابتن السيد وعرفت منه التفاصيل، وتاني يوم رديت على كابتن رضا وقلت له كابتن رضا لا، قال الوضع ان احنا او النادي الاهلي ما اخدش او ما طلبش تاجيل، بالعكس ده نادي الزمالك هو اللي كان طالب التاجيل، والاتحاد الكره رفض، واللي اجل هو الامن. ماشي، واللي اجل هو الامن بس. فاحنا يعني الموضوع جه كده يعني. قول لي يا محمد، افهم جور فكرة جول في معلومة، يعني ايه فكرة جول في معلومة؟ بص يا معتز، كابتن رضا ورأيه هو ده رأيه، يعني انا بالنسبة لي احنا كنا شيرنا، معرفش استاذ ايهاب جلال شير الفيديو ده، كنت انا وكابتن رضا قبل ما يخش الحلقة بنتكلم على الجزئية دي، وانا قلت له لا، كابتن جوهري من اعظم المدربين اللي مرنوني واللي انا شفته، يطلع جيل بحاله، لكن احنا في الوقت ده ما كانش فيه احتراف، ما كانش فيه حاجات كتير جدا، ما كانش فيه حاجات كتير بتساعد المدير الفني. لكن لما نيجي نبص لتاريخ كابتن الجوهري وبطولاته وانجازاته، لا من افضل المدربين اللي جم في تاريخ مصر يعني.
أجمل ذكريات. انا مش شايف كابتن رضا ايهاب. بتاع طارق السعيد، فرصة طارق السعيد دي كانت مشكلة. كان زماني دلوقتي ايه، دخلت مصر كاس العالم في الوقت ده لو كان بصها بس بالعرض، والامور بقى اختلفت يعني. ربنا يخليك يا محمد إليسي، تسلم لنا. حسام غالي ليه لا؟ بس انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، لوجود النادي الاهلي كمؤسسه كبيره، اختيار الرئيس او اختيارك كمسؤول جوه النادي الاهلي ليه نوعيات معينه من الناس. مش لازم كل لعيب كوره يبقى اداري كويس، لازم طبعا فكره العلم ويبقى متعلم بشكل كبير ودارس اداره رياضيه، بحيث ان هو كل المواقف اللي ممكن تقابله يقدر يشتغل عليها بعلم مش بفهلوة. وده وجهة نظري أنا. حسام غالي كاريزما وشخصية قيادية، لكن لازم محتاج إن وقت من الأوقات إن هو يكمل في فكرة الإدارة وفرصة وجوده في الجونة والأهلي قبل كده، وبعد كده لو أخد دراسات مختلفة الأمور ليه لأ. أنت بتبقى محتاج كوادر كتير، وحسام كادر من كوادر الإدارة في مصر مش في النادي الأهلي بس. يا أوشا، عشان أنا ما بحبش أتكلم كتير وما بحبش إن كلمة تطلع مني غير بحساب يعني، فلما بقول كلمة ببقى مقتنع بيها وببقى عايز أقول دايما الحاجة الصح والحاجة اللي ترضي ربنا. محمد فاهم؟ لا، النادي الأهلي عنده راديو على الإنترنت ولكن لسه ما فعلهوش، لسه ما فعلش الموضوع ده. اليماني وابو مسلم كان موجود معانا، ابو مسلم كان موجود معانا، اليماني قريب جدا هيبقى موجود معانا برضه. بص يا سيدي، انا اوشا يا احمد، انا معايا دبلومه في السبورتس مانجمنت، تخصصت في الماركتينج ومعايا دبلومه في الاعلام، لان انا بحب دايما فكره العلم. وكنت بقى بعد كده بعد ما خلصت دبلومة الإعلام والماركتينج دخلت في قناة صدى البلد، وبعد كده الحياة، وبعد كده قناة الأهلي قعدت 3 سنين، وبعد كده بقى ربنا أراد إن احنا نجتمع بتيم جميل موجودين دلوقتي فيه في تن، أستاذ إيهاب جلال، إسلام صادق، أنا عارف أنتوا بتحبوا إسلام صادق قوي، ومعانا طبعا كابتن رضا وكابتن ابراهيم سعيد وكابتن مجدي عبد الغني. خلينا بقى بكره في نفس الميعاد ده نتقابل وايه ونتكلم في حاجات كتير، بس احنا زي ما بقولكم كده لغايه ان شاء الله انا بكره ايه، بكره السبت يا جماعه، انا هبقى عندي هوا. ممكن لما ارجع من الهوا وانتوا سهرانين كده بالليل نبقى نتكلم. ماشي. قبل ما اروح يا محمد، سبب اعتزالي ان انا كان عندي اصابه في الركبه، قرحه في الركبه، وده اثر عليا بشكل كبير يعني. انا بشكركم، وزي ما بقول لكم احنا كده ايه، كل يوم او كل يومين كده هبقى معاكم ان شاء الله على الصفحة. اشوفكم على خير، تصبحوا على خير.